ورجعنا لكم مرة تانية، وبفكركم برقم التليفون 257-56-810. وجي معاد فقرتنا التانية ومع دكتور منى المكباتي استشاري التغذية والسمنة. أهلا بيكي معانا. أهلا بيكي. والله أولا كل سنة وحضرتك طيبة يا دكتور. طيبة. خلاص، وإحنا دايما نجيب حضرتك لما الموضوع يبقى حرج خلاص. يعني إحنا خلصنا العيد وحصل اللي حصل بقى. كلنا براحتنا. كلنا طبعا كلنا براحتنا. وحياتك يا دكتور، قبل العيد كنت مستضيفة دكتور وقال لي يعني فين خدي بالك من كذا، واوعي تاكلي كذا، واوعي تعملي كذا، وضربت بعرض الحائط كل هذا الكلام. قومتيش اكل اللحمة. لا مش هي مش فكرة لحمة. على فكرة انا لا اكل لحم الخروف ده خالص، ما حطوش في بقي. ده مش شرط. هي مش الفكرة كده، لكن اشي فتة اشي رقاق اشي لوازم اللحمة، حدثي ولا حرج يعني. فطبعا غيري طب كل السيدات يعني، فغير العزومات غير فكل واحد بيتعرض لان هو لازم يتغدى ويتعشى ويفطر وبتاع، وتحسي ان العيد احنا بننتقم من نفسنا. خلاص العيد خلص، احنا الناس كلها بدات تجهز نفسها بقى خلاص بعد العيد، الحقونا. فالحقينا، وبالذات انه اتحط 2 كيلو او 3 كيلو سريعا، فممكن ينزلوا بسرعه برضو. اكيد ممكن ينزلوا. كل الناس على قد ما بتاخد ارشادات كتير قوي قبل العيد. وشوفي الدكتوره بصي بتبصي لي ازاي، بتبصي بتشوفي انا دخلت فين. مش انت لوحدك، كل الناس بتاخد ارشادات كتير قوي. وفين رجيم العيد وايه الارشادات بتاعه العيد وكل ده ييجوا بعد العيد. احنا ما عملناش حاجه، اتعزمنا اكلنا فته اكلنا ولا حياتي. اكلنا رقاق اكلنا كل حاجه. ده صحيح. ده كل حاجه. فايه بقى التصرف؟ بصي احنا خلاص بقى العيد خلص، هنبدا نقول حاجات كتير او ارشادات كتير قوي عامه لنزول الوزن بعد العيد، وخصوصا للناس اللي هم ما عندهمش مشاكل صحيه، الناس الطبيعيين ما عندهمش لا سكر ولا ضغط ولا اي حاجه، عشان دول بنعتبرهم حالات خاصه ليهم طرق خاصه. لا ما هو حضرتك اعتبرينا كلنا عندنا ضغط وسكر. يعني مين ما عندوش في الشعب المصري ضغط وسكر؟ يعني حضرتك اتكلمي على هذا الاساس. بعض حالات بنراعيها طبعا، لان مرضى السكر بالذات او مرضى الضغط دول بيبقى لهم برضو ان احنا نقدر ننزلهم، نقول مش نزول سريع بقى. لا نقدر ننزلهم. انت هتخسي 3 كيلو ده، بس ممكن نخسسهم خلال ايه كيلو في الاسبوع، مفيش مشكله. لكن انت عايزه تخسي 3 كيلو 4 كيلو خلال مثلا فتره مثلا اسبوعين حاجه، مفيش مشكله خالص. تمام. فخلينا برضو ان احنا نتكلم زي ما انت قلتي على نظم برضو ان جنرال كده عامه للتخسيس. دايما انا اقول بعد العيد وبعد اكل الدسم والكلام ده وارهاق الجسم ارهاق كامل بالدهون، تعالي نعمل نظام جميل قوي للاكل. تعالي نعمل حاجه اسمها نظام ديتوكس. نظام ديتوكس اللي هو اسمه تخلص الجسم من السموم. ازاي نجهز الجسم تاني انه يبدا يحرق الجسم ويبدا يستعيد نشاطه لحرق الدهون تاني، والنشاط الطبيعي بقى اللي احنا نقدر نحرق بيه بما ان احنا اكلنا وقعدنا ما عملناش رياضه وما اتحركناش. دي من افضل النظم اللي ممكن نتبعها في فتره خلال اسبوع. انا بفضل ان نظام الديتوكس ده ما نزودوش عن اسبوع. نجهز يومين قبله وناخد نظام 3 ايام، وناخد نظام بعده يومين برضه. يا ريت لو بعد كده نعمل نظام تاني. يا ريت اللي بيتفرجوا على الحلقه يعني ورقه وقلم بقى اكيد ممكن. ورقه وقلم عشان تحفظوا عشان نحاول نلحق اللي حصل. نقول نظام الديتوكس ده معناه ايه في المجمل العام؟ ان انا بخلص الكبد، الكلى، الامعاء بتستعيد نشاطها تاني وحركتها تاني بصوره طبيعيه، من كل السموم اللي دخلت فيها، وخصوصا طبعا اللي هي اتحملت بيها اللي هي الدهون الزايده عن حاجتها. ده طبعا نظام عالمي في ناس كتير بدات تسال فيه في مصر. ببدا الاول اقول ان احنا بناخد يومين الاولانيين بنكسر تماما من المشروبات الطبيعيه، تفاح، اناناس، ليمون، مشروبات اللي هي نقدر نقول مشروبات حرق للدهون، القرفه والجنزبيل. في مشروب طبعا معروف لحرق الدهون، قرفه وجنزبيل وكمون، بنضيف عليه ليمون وقت الشرب. بنقدر ناكل برضو في فتره الرجيم ده ان احنا بناخد مع الخضروات طازجه دايما، يعني بنكسر قوي من اكل الخضروات، التفاح، الاناناس الطبيعي، الخضروات بقى الكرفس، مشروب البقدونس او اكل البقدونس،
الجرجير هو في مشروب بقدونس ممكن اعمله طبعا ممكن اعمله في البيت، ده سهل ان احنا بنضربه في الخلاط ونصفيه ونشربه. ده من الحاجات برضو اللي بتساعد على حرق الدهون كتير وبتحرق دهون الجسم. بحاول اشرب قدر كبير قوي من المشروبات دي خلال اليوم، بحاول ان انا اخد الصبح دايما ما بين يعني بين كل وجبه ووجبه ان انا باخد كوبايتين ميه. بقول الميه، انا في ناس كتير بتقول ميه سخنه ولا دافيه ولا ميه عاديه، انا بقول ميه من الحنفيه، ميه كويس دي اسمها ميه الفتره عاديه خالص، بضيف عليها نص ليمونه معصوره لبرده للناس اللي هم الطبيعيين عشان برده نبقى موضحين. في ناس دايما عندها ممكن قرحه في المعده، استعداد لقرحه التهابات في فم المعده، ده ممنوع عليهم طبعا الاشياء الحمضيه خالص. تمام. فبنقدر لو هو الناس دي عندها كده بنقول لا خلاص نقدر نشرب الميه الدافيه بس ما بنضيفش عليها حاجه. تمام. فبنضيف الليمون المعصور ده، ده بيزود معدلات الحرق على الميه. ده بناخد وجبتين قبل كل كوبايتين ميه قبل كل وجبه. طيب ممكن بس نفتكر احنا وقفنا فين بالظبط علشان بس حبيبه معانا على التليفون. حبيبه ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الخير. صباح الخير حبيبتي. صباح ممكن اكلم الدكتور؟ مع حضرتك اتفضلي. طيب سلام عليكم دكتور. اهلا بيكي. انا دلوقتي من 7 سنين بالظبط. ايوه اتفضلي كملي يا حبيبتي. عملت دايت. اتفضلي. انا كان وزني 115. ايوه. فنزلت 50 كيلو. ايوه. من 7 سنين يعني دلوقتي الحمد لله انا مثبته من 7 سنين، يعني انا نزلت 50 كيلو في 10 شهور بالظبط. ياه 50 كيلو في 10 شهور. ايوه. طب كملي يا حبيبي. وثبتت بس بعد ما عملت الدايت وخلصته وشلت المراره مباشره. ايوه. فدلوقتي انا كل خوفي وتعقيدي في الحياه والدنيا ان انا ارجع اتخن تاني. ايوه. فدلوقتي بقى في ناس تقول لا بعد خلاص انت كده خلاص بعد 5 سنين من الدايت مستحيل ترجعي للوزن تاني. طيب انت سنك قد ايه يا حبيبه؟ سنك قد ايه؟ 33. طولك؟ 170. وزنك؟ يعني في حدود 68 65 ما بطلعش عن الرينج ده. طيب يا حبيبه انت قاعده ولا بتشتغلي؟ قاعده في البيت ولا بتشتغلي؟ لا انا قاعده في البيت. قاعده في البيت. ولادك قد ايه؟ لا ما جبتش اطفال. طيب خلاص اوكي انا هرد عليك يا حبيبه. خلاص ماشي شكرا. بس والله انا بسعد، يعني انا مبسوطه، يعني انا سالتيها اسئله خلت لي اكون فكره عن حبيبه. كان وزنها قد ايه ووصلت نفسها لايه. تاني حاجه ان هي قررت ان هي تنزل وزنها رغم انها ما بتشتغلش، يعني عاده الواحد بيبقى خايف على شكله وهو رايح شغله وهو، فبيبقى لك حافز ان انت تعملي رجيم. لكن لما تكون هي ثقافتها كده وقاعده في البيت ده شيء كويس. برضه هي عارفه ان هي وزنها كان زايد قوي ممكن يؤدي بيها لامراض كتيره قوي. فاكيد هي وشكلها مش عاجبها شكلها فقررت انها تخس. واجمل ما فيها انها قررت ان هي تحافظ على الوزن. طبعا. لان ده شيء مهم قوي. ازاي تحافظ على ثبات الوزن؟ اول حاجه انا بقول لها يا حبيبه اهم حاجه في ثبات وزنك ده ان انت تتبع نظام غذائي صحي، يعني تاكلي بنظام، مفيش حاجه في الاكل ممنوعه بالنسبه لها بانها خسه الخسان ده، ولا نقدر نقول نمشي على تشينج لايف ستايل بمعنى ان احنا نمشي ناكل كل شيء بس بحساب وقدر، ونمارس الرياضه ده مهم قوي ليها. يعني ممارسه الرياضه على الاقل لو قلنا 3 ايام في الاسبوع لمده ساعه على الاقل. ده شيء مهم ليها. تقدر تمتنع بعض الاوقات عن مثلا اكل بعض حاجات ممكن تزود وزنها، بس بعض الاوقات مش كل الوقت، مثلا التمر، نقدر نقول البلح اللي هو العادي الاحمر بتاعنا، او زي ما احنا موجودين بقى الفتره دي الرز الكتير او النشويات الكتيره، تاكل اللحوم برضو بحساب، تحاول دايما تاخد الالبان من زوت الدسم خليه الدسم، تاكل الخضروات الكتير خضروات السلطه الخضراء بكميات كبيره، تحافظ دايما على اكلها، تطبخ اكل نايف ناي، تحافظ دايما ما فيش دهون في اكلها، ده شيء مهم قوي ليها. هي خلاص جالك انا عارفه الهس هس ان الواحد طبعاً ما يتخنش تاني لانه شاف قد ايه بيبقى. وانا بقول لها دايما برضو ان الناس اللي بتخس كتير قوي كده عشان تحافظ على وزنها تحاول انها تتابع مع دكتور على الاقل مره في الشهر، بحيث انها بتشوف وزنها، بتعمل يعني اناليسس كامل للجسم، بتعرف هي برضو بتزيد ما بتزيدش، يا ترى عندها استعداد للزياده ولا هي فعلا وزنها ثابت، ده مهم برضو. طيب احنا هنكمل طبعا عشان احنا وصلنا
الورقه والقلم هنمشي ازاي. بس هناخد تليفون معانا من فاتن. الو الو فاتن. لا يبقى صلحوا التليفون او اعملوا اي حاجه عشان ناخد المكالمه. اتفضلي. احنا قلنا ان احنا بناخد كوبايتين ميه دافيه كل قبل كل وجبه، يعني اللي يقدر يحط عليها ليمون يحط، اللي ما يقدرش عشان زي ما قلنا في بعض الحالات ما ينفعش ان احنا نحط الليمون. قلنا بناخد دايما عصائر طبيعيه او فواكه طازجه، ده بنحاول ان احنا ناخدها اكثر فقرات اليوم. بنحاول نخلي الوجبه اللي فيها الاشياء الصلبه مثلا زي اللحوم البروتين بناخدها في فتره الغداء، يعني ممكن ناكل سمكه مشويه، ممكن ناكل فراخ مشويه، ممكن وده بيكون افضل، ممكن ناكل لحوم منزوعات الدهون برضو ده مهم. بنحاول ناخد دايما معاها سلطه خضراء كتير قوي او خضار سوتيه باي كميه، بدون طبعا بطاطس، بدون بسله، بدون يعني بتكون مكوناتها بروكلي، جزر، كوسه، فاصوليا، ده اشياء طبيعيه مهمه جدا في الخضار السوتي. تمام. بنحاول ناخد العشاء طبعا بيكون خفيف جدا، ان احنا بناخد ممكن كوبايه زبادي او كوبايه لبن من ذوات الدسم معاها ثمره فاكهه، تفاحه، برتقانه، اي شيء من الحاجات دي. اهم حاجه بقى في نظام الديتوكس ده برضو ان احنا بنحرص تماما على ان احنا نمارس رياضه فيه. دايما على الاقل ناخد يوميا ناخد ساعه رياضه مشي. بنحاول ناخدها علشان نحاول نعمل نظام الديتوكس ده. نبدا بعد كده احنا قلنا طيب اتفضلي فاتن، بس رجعت عايزه اكيد تسالك سؤال. الو ايوه ازيك يا استاذه شيرين؟ اهلا بيكي. ازاي حضرتك؟ انت طيبه. وحضرتك طيبه. انا بس ممكن اسال الدكتوره؟ طبعا اتفضلي. اتفضلي يا نيفي. يا حبيبتي ازيك يا دكتوره؟ فاتن. فاتن اهلا بيكي. اهلا بيكي. ممكن بس اقول لحضرتك لو انا اتبعت الدايت واني انا اتبعت الرياضه، هل كده يعني احافظ على جسمي من الترهلات؟ يعني اخاف من موضوع الترهلات ده جامد جدا، يعني هل الرياضه هتمنع الترهلات؟ قولي لي يا فاتن انت سنك قد ايه؟ انا سني 58 سنه. وطولك؟ لا معرفش طولي كام يعني، بس انا طويله شويه، يعني مش طويله قوي يعني، وسط يعني. وزنك؟ 90 كيلو. يعني طويله قد ايه؟ ما انا برضو لازم الطول يعني نعرف. حضرتك ممكن تقولي مثلا 167 مثلا. 167 ووزنك 90 كيلو. 90 انت مدام ولا انسه ولا ايه؟ لا مدام طبعا. اوكي. طب انت بس من الترهلات ولادك يعني عندك ولادتي ولادات طبيعيه ولا قيصريه؟ لا طبيعيه. طبيعيه. أيوة. عندك ترهلات حاساها في منطقه البطن اكتر والارداف اكتر؟ لا البطن اكتر. البطن اكتر. ايوه هرد عليكي. حاضر يا فاتن. ميرسي يا دكتوره، شكرا. مع السلامه. عفوا. اشكرك. طبعا انا شايفه ان هي وزنها زياده على الطول اللي هي بتقول عليه. لا هي زايده كتير، احنا عندنا زياده في الوزن كتير. يعني لو بتقول 90 كيلو انا عندي زياده في الوزن حوالي نقول هي 767 زي ما هي قالت، او في الرنج 167 170، انا زياده على الاقل 20 كيلو في الوزن. طبعا هي حاسه ان هي شكلها كويس، بس هي عندها مشكله في البطن. المشكله اللي جايه في البطن دي ان هي عندها دايما الدهون متجمعه عندها، او اكتر مكان بيزيد عندها منطقه البطن، فهي حاسه ان في ترهلات. لان ما بعد ما كانت البطن مشدوده ممكن وبدات الدهون تتجمع هيبدا الجلد يحصل له تمدد، فبدا يحصل ترهلات. طيب هي بتسال انا اقدر ازاي احافظ عليها؟ تبدا الدهون تزيد قوي كده تبدا العضلات تضعف في منطقه طبعا. البطن طبعا. فلازم هي يعني اول حاجه لازم الوزن بتاعها ده ينزل، لازم تبقى نظام غذائي عشان تنزله. و20 كيلو احنا لو قلنا هنخسهم خلال 3 شهور 4 شهور ده طريقه. 3 شهور ممكن ينزلوا 20 كيلو. 3 شهور ممكن ينزلوا 20 كيلو. احنا لو قلنا 8 كيلو في الشهر ده معدل كويس، من 6 ل 8 معدل كويس كده قوي لنزول الدهون. ونزول دهون يعني نزول وزن الجسم دهون حلو قوي. هتلاقي الجسم بدا شكله يتغير. هتبدا الترهلات عندها تبدا تقل. لو بدات تعمل رياضه بقى وتمارس رياضه خصوصا في منطقه البطن، وتركز او انها تعمل تمارين رياضيه لمنطقه البطن، تبدا كتير تتغير. الا اذا كان زي ما قلت لك في تمدد في الجلد، فده بيبقى خارج عن ارادتنا احنا او ارادتها هي، بيبقى ساعات ده محتاج راحه لو هو الترهلات زياده قوي. لكن لو ترهلات طبيعيه عاديه جايه مع الدهون، ممكن مع ممارسه الرياضه مع النظام الغذائي مع بعض حالات بنعمل معاها اجهزه بيجيب نتيجه كويسه. تمام. طيب احنا معانا تليفون، هشكرنا مش هنعرف نكمل الرجيم. الو الو
ايوه مساء الخير. مساء النور. ازيك يا استاذه نادين؟ اهلا بيكي. كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيبه. هكلم الدكتوره لو سمحت. مع حضرتك. اتفضلي. الو يا دكتوره. اهلا بيكي. لو سمحت انت لسه قايله على البقدونس. ايوه. فالبقدونس طيب اضربه في خلاط اخضر ولا اسلقه؟ لا تقدري تضربيه اخضر. اخضر؟ اه. ويتشرب طيب اخضر هيبقى معقول ولا احط له ملح لا انت لا ملح لا انت هتبداي ممكن تصفيه. اصفيه يعني؟ اه. دايما الخضروات لما بتكون فريش بتكون افضل وبتديكي نتيجه احسن. لا طب وليه اصفيه؟ طب ما ماكله هاتك بتاعتك كده. ما بتحبش اصل انا خدت علاج يا دكتوره. الو. ايوه انا معاكي. خدت علاج والعلاج ده هبط لي الضغط جامد قوي. دكتور صيدلي اداني علاج قال لي هينزل الدهون والميه بس عمل لي هبوط وعرق جامد كده فتعبت منه. فانا عايزه حاجه تخسسني من غير العلاج والبراشيم والكلام ده. هو انت اخدتي ادويه بتنزل ميه من الجسم؟ اه. بدون اشراف طبي؟ ما هو دكتور صيدلي اللي ادهاني للاسف. لا صيدلي ايه؟ لا يا مدام سناء. لا ما ينفعش طبعا. هو دكتور صيدلي وانا سمعت كلامه وتعبت كنت هموت فيها خالص. يا نهار ابيض. ما ده بتنزل الاملاح المعدنيه اصلا من الجسم الادويه اللي انت بتاخديها دي ودي ما تنفعش. لازم تبقى تحت اشراف طبي واشراف طبي مظبوط عشان تراعي فيها دايما الضغط بتاعك ويكون مظبوط. طب يا رب يخليك يا دكتوره. انا وزني 83 على فكره عايزه اخس يعني عشان رجلي وجعاني. وطولك؟ وطولي يعني 168. وسنك؟ وسني 53. 53. طيب مدام سناء انتظري الاجابه. هي طبعا لازم تبدا تعمل الادويه اللي اخذتها. اعتقدت ان هي لما تنزل ميه من جسمها جسمها هينزل وزن. ده طبعا اعتقاد خاطئ تماما. انا عشان اعرف اذا كان الجسم مخزن ميه ولا لا زي ما قلت لك بعرفه عن طريق اجهزه ويعني بنشوف الكلينيكال بيكتشر بتاع العيان. انا بعرفها من بعض اماكن بتبقى باينه واضحه. اذا كان الجسم ده وتخزين الجسم للميه ده معناه ان الجهاز الليمفاوي في الجسم مش شغال بصوره منتظمه. فعشان ادي لازم اعرف برضو ضغط العيان ده مظبوط مش مظبوط هي ايه مشكلته. لان بالتالي الادويه اللي هي اخدتها دي المفترض انها بتتاخد معها عشان تنزل الضغط المرتفع. فبتنزل ميه من الجسم. دي اول حاجه بتنزل. فهي طبعا هي ارتكبت خطا. يعني طبعا زي ما هي قالت كنت هموت. طبعا بس مش ممكن صيدلي. طبعا مع احترامي طبعا لكل دكاتره الصيادله الصيدلي يعني عندك دواء الفلاني يقول لك لا ما عنديش. طيب ايه الدواء اللي فيه التكوين ده واقدر اخده؟ هو ده الصيدلي. فهي محتاجه طبعا انها تخس بنظام زي ما اتفقنا انها في نظام انها تخس. ولينا زي ما قلت لك قدر في الشهر ان احنا نخس من 6 ل 8 كيلو. اتباع نظام غذائي ليها بقى لازم يكون زي ما قلت لك تحت اشراف طبي بحيث ان انا ادي لها ورقه الدايت المفروض تمشي عليها. كل واحد مختلف عن الثاني. فلازم تبقى نتعامل معاها كحاله اعرف هي محتاجه تنزل ازاي. ده مهم. احنا معنا تليفون. فضل. الو. الو. ايوه. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيبه. ويتعدى عليكم الايام بخير وعلى مصر امنا الحبيبه بخير. اللهم امين يا رب. امين يا رب. استاذه نيفين من فضلك بس اكلم الدكتور. مع حضرتك. اتفضلي. اهلا بيكي يا دكتور. اهلا بيكي. من فضل حضرتك انا سني اقول لك على سني الاول. اتفضلي. سني 57 سنه. اهلا بيكي. وطولي 158. وزني 80. ايوه. بس من فضل حضرتك عايز اقول لك برضك من ساعه انا ما ولدت بطني يعني ما بطهاش كويس. فزي ما تقولي في توغل في البطن. ايوه. وعندي خشونه في رجليا. طب العمل ايه؟ او ممكن اشرب الليمون اللي بتقولي عليه حضرتك اللي المغلي كل قبل كل وجبه؟ هو الليمون مش بيبقى مغلي. معلش انا هقطعك. مش الليمون المغلي دايما. الليمون لو اتغلى يعني هيفقد هيكسر فيتامين سي فيه. الليمون عليه. بالظبط. من فضل حضرتك ظهري بيوجعني فانا بشرب البقدونس بيبقى كويس بيعدل معايا يعني العضلات بتاعت ظهري. فمش عارفه اعمل ايه. هرد على حضرتك. حاضر. واكل ايه واشرب ايه واخد علاج ايه؟ حاضر. انت بشكرك يا مدام. طبعا هو الواحد ما يقدرش يعني يقول ما يقدرش يدي روشته لحد مش شايفه ولا كشف. قال لك ان بقدر الامكان احنا بنقول يعني بندي يعني للوزن اللي احنا بنشوفه والسن اللي احنا بنشوفه بالطول. هي بتقول 80 كيلو.
وزنها 57، طولها 158 سنتي. اذا احنا عندنا زياده في الوزن، هنقول المفروض الرانج بتاعها هيكون من 60 ل 65 كيلو، يبقى عندنا حوالي 15 كيلو زياده في الوزن. هي بتقول عندنا طبعا مشاكل في الركبه، ده طبعا اكيد، لان طبعا احنا في سن من 57 سنه ده بتبدا مشاكل الركبه طبعا تظهر، ومن الاربعينات كمان. مجرد انها تخس، تبدا بس تخس كيلو واحد من الدهون، يبدا يخف حمل عن الركبه حوالي 5 كيلو طبعا، عن كل ركبه 5 كيلو. فده شيء مهم جدا. لما اقول ان هي محتاجه تخس 15 كيلو، بالنسبه لها هي، انا بقول لها احنا من 4 ل 6 كيلو بقى حلوين جدا في السن، في هيفرقوا جامد، يفرقوا كتير قوي مع ممارسه. طبعا هي ما بتقدرش، الناس اللي عندها مشاكل في الركبه تقول لي انا ما بقدرش امشي، ما اقدرش امارس الرياضه، انا بقول لهم لا، برضو لو المشي الخفيف اللي احنا نقدر نتحرك بقدر حتى ربع ساعه استريح، نرجع نكمل، ده بينشط الدوره الدمويه والدوره الليمفاويه، وبينشط الجسم كله، بيبدا يساعد بقدر كبير على ان هو يبدا عمليه حرق الدهون تاني، او عمليه التمثيل الغذائي تاني تزيد تاني. صحيح، ده مهم قوي بالنسبه لها هي يعني كدايت. هي محتاجه طبعا زي ما قلت لك دايما الدايت احنا بنغيره من اسبوع لاسبوع، عشان خاطر يبدا الجسم يعني ما يتعودش على الدايت، عشان يبدا يحرق بنظام. صحيح، لو فضلنا على دايت واحد هيبدا الجسم خلاص خسر الاسبوع الاولاني 2 كيلو سي 3 كيلو، الاسبوع الثاني هيخسر كيلو، بعد كده ممكن نوصل لمرحله البلاتو. فبالتالي احنا ما بنتابع مع الدكتور علشان يبدا عمليه التمثيل الغذائي مستمره، يبدا نزول الوزن مستمر، والمريض يحس انه طب احنا فاضل لنا دقيقه ونص بالظبط ولازم نكمل الرجيم بالظبط اللي حضرتك بتقوليه. خلاص اوكي، احنا اتفقنا ان احنا ناخد في وجبه الغداء اللي هو الحاجات الصلبه زي ما قلنا، السمك، الفراخ، اللحمه، الخضروات، الخضار السوتيه او الخضار الني في ني زي ما اتفقنا، وممكن طبق سلطه كبير. اتفقنا ان احنا بين الوجبات هناخد عصاير كتير، هناخد المشروبات الحارقه للدهون زي البقدونس، زي ان احنا بناخد الجنزبيل والكمون والقرفه، نضيف عليهم الليمون وقت ما بنشربهم، ده ممكن طول اليوم بناخد الحاجات دي. بالليل دايما يكون الاكل خفيف جدا، بناخد كوبايه زبادي، بناخد معاها ثمره فاكهه، كوبايه لبن خالي الدسم، منزوع الدسم، وده احنا قلنا بناخد 3 ايام بهذا الوضع. قبل ما بعد ما نخلص 3 ايام دول محتاجين نبدا بقى في اليومين التانيين دول نأهب الجسم تاني ان هو يبدا يساعد، يعني ما يدخلش مره واحده ياكل اكل بقى كتير. صحيح، نبدا بقى ندخله الاكل بنظام بكميات بسيطه جدا، نبدا برضو نتعود، لان ده بيعود الجسم اصلا على ان هو يعني يبدا ياخد الاشياء الطبيعيه. فنبدا ناخد الرجيم اللي نبدا ناخد اللحوم بقدر قليل، نبدا ناخد البروتينات يعني او الدهون، نبدا زي ما قلت لك في كمان حاجه مهمه قوي، ان انا ممكن ناخد نص معلقه زيت زيتون بضيفها على كوبايتين الميه بالليل، وده للناس اللي عندهم كوليسترول عالي، فده بيساعد كتير. بالظبط. فده كل ده مهم جدا. دكتوره معلش الهوا خلص خلاص للاسف، وكان نفسي طبعا الحلقه تمتد اكتر من كده، بس ميرسي على المعلومات القيمه اللي حضرتك اديتيها لنا النهارده. بشكرك جدا دكتوره منى، ومنتظرين حضرتك في حلقات قادمه ان شاء الله. وايضا بشكر جمهورنا اللي تابع حلقتنا النهارده، وانتظروني غدا، انا بكره معاكم ان شاء الله، هبقى معاكم بكره من 2 ل 3 في لايف كلينيك. بشكركم، باي باي.